مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، شكرا الزميل حمد بضبيب بالشامسي، وها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا الحادي عشر في مجموع الاشواط وشوط الحادي عشر الخاص بالإذاعة أبكار لأصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الصباحي الجميل. إذن المسيرة تسير لهذا الشوط في انطلاق وتحدي رائع ومثير لمسافة 6 كيلومترات على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية للهجن العربية الأصيلة الذي تنطلق منه هذا المهرجان السنوي الكبير المقام هنا في دوحة المحبة والخير. نتابع معكم سويا مشاهدينا ومتابعينا الكرام الخمسة المراكز الأولى، وأرى صدارة والمقدمة والمركز الأول في هذه الانطلاقة، وتاتي السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وناصر بن مصر الشهواني في التضمير، وتاتي مصيحة على المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وسالم بن سيف القصواني المنصوري في التضمير. الهفوف من تاتينا على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم وحمد بن الضعيف بن غدير القتبي في تضمير، وعليها أيضا مراجعة لجنة التثبيت والتشبيه. أما المركز الرابع، المركز الرابع في هذا الانطلاق والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام، روعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وراشد بن سعيد بن الغافرية في تضميرها، تتسلل بدورها وتنتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع، المركز الرابع عفريت من الجانب الآخر لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومضمرها فهد بن سيف الخيارين. أما المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والتدخل من شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم وسالم بن حمد بن هيان العامري في تضميرها. إذا هذه هي النتائج للخمس المراكز الأولى في هذه المسيرة والانطلاقات والتحديات الرائعة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وبعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة من قبل شواهين، من انتزعت الصدارة انتزعت المقدمة وانفردت نوع ما بمقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. وأيضا في التضمير السيد سالم بن حمد بن هيان العامري، وهنا مصيحة من تأتي على ثاني المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وسالم بن سيف القصواني المنصوري في التضمير، وتأتي روعة على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ولكن أرى الدخول هنا في هذه اللحظات من مزيونة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة محمد بن الشيبة بن علي السبوسي في التضمير. ومن الجانب الآخر هنا أيضا الدخول والتسلل من هملولة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيالي في تضميرها. من تأتي بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل، هناك العفريت من تدخلت، ولكن أيضا هنا الذيبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وفهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين، أيضا دافع بالذيبة، وتليها العفريتة أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وأيضا فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين. وسلهودة من تأتي خامسا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها. إذا المراكز الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام الخمسة ذعناها على حضراتكم، نداؤنا الثاني، وها نحن مشاهدينا إن سألتوا عن موقعنا في الإعراب الميداني فها نحن نجاوز 3 كيلومترات ومنتصف المسافة، منتصف 6 كيلومترات المقررة إذ هنا في مسيرة هذه الأشواط الصباحية والمسائية إن شاء الله تعالى. لنا عودة إلى المقدمة وإلى التغيير الذي
سيطرة وجرى على المقدمة من قبل الذيبة من انتزعت صدارة، انتزعت المقدمة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة أيضا فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين من ينتزع الصدارة والمقدمة. سلهودة 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 من أصعب موقع في الميدان، ومن منتصف المشاركات تنطلق إلى صدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة الخطيرة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تليها هنا هملولة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان وعيسى بن سعيد نهيلي في تضميرها، وهنا أرى اسم آخر قادم في هذه اللحظات الأندلس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم ويضمرها سهيل من هيان الصدارة. ولكن هنا يا سلام أيضا في هذه الانتقال شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير ليجتمي من الجانب الآخر أيضا. وله الله التحديات قوية، التحديات أقوى وأقوى، وهنا تأتي مبشرة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وسالم بن هادي الدهن في التضمير. ومن الجانب الآخر آتينا بهذه الانطلاقة هنا مشهورة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خامسا وعتيق بن سالم بن عرط الحميري في التضمير. يا سلام، هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل. الله والتغيير يطرو ويجرو ويجرو دائما وابدا. هنا الاندلس من تنطلق على صدارة، تنطلق على المقدمة وعلى المركز الاول. الاندلس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة سهيل بن هيان العامري من تاتي مشاهدينا الكرام على صدارة على المقدمة مشهورة. من الجانب الاخر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عتيق بن سالم بن عرط الحميري في التضمير، العفريت من تاتي على ثالث المراكز بهذه الانطلاقة. ولكن ارى الظبي 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 من تتسلل بهذه اللحظات. الظبي اذا على تنتزع الصدارة من هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. ومن الجانب الثاني سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها، وعلى المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث من الجانب الاخر الدخول ايضا من الظبي الظبي لسمو الشيخ زايد بن المربي مكتوم المكتوم، وفي التضمير ايضا في هذه الانطلاقة حمد بن علي العويسي من تاتي ثالثا. المركز الرابع المركز الرابع مزيونة في هذه اللحظات سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب سعيد المكتوم ومحمد بن الشيبة بن علي السبوسي في التضمير من تاتي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس المركز الخامس والسعدية عادت السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وناصر بن مسهر الشهواني في تضمير السعدية. من تصل بهذه اللحظات بهذا الانطلاق والتحديات قوية مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وأسهامي قادمة أيضا تنضم في هذه اللحظات إلى المركز الخامس الخوارة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي في تضمير. ولكن هنا هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا الصراع، هنا النزاع على نيل الفوز والناموس بين الظبي وبين سلهودة، بين الظبي وبين سلهودة. والسعدية السعدية 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 قادمة. السلام الله، وتتسلل السعدية في هذه اللحظات إلى المقدمة إلى الصدارة إلى المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام الله، واللحظات الأخيرة. إذا السعدية تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المرة الرابعة في صباح هذا اليوم. المركز الثاني أي الظبي من هجن العاصفة المملوكة سمو الشيخ حمدان محمد بن راهب مكتوم. المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم مكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد أنهيان. المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم من وصلت في المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم مشاهدينا الكرام
واستطاعت السعودية أن تنتزع الصدارة وتضيف النقطة الرابعة في صباح هذا اليوم لشعار وأيضا ملك سمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة المرعب ناصر بن مصر الشهواني. وها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز في 9:35 ثلاثة أجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني للسعودية. تهانينا المركز الثاني كانت الظبي 9:35 خمسة أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة المملوكة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رهيب سعيد مكتوم. تهانينا لحمد بن رهيب بن حمد بن غدير الظبي من وصلت في المركز الثالث 9:36 24 جزء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن المر مكتوم مكتوم. تهانينا لحمد بن علي العويسي. تهانينا للجميع. وشرقت شمس ابو مشعل حمد ودراها سندها فلاح.